هذا التسجيل خاص بشبكة الكفيف العراقي للمكتبة الصوتية من كتاب موسوعة الغريب وزاريات اللغة العربية للصف السادس الإعدادي من الصفحة 32 وحتى الصفحة 73. المراجعة المركزة. سين قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ ما خصائص الهمزة؟ جيم الواو ودخولها على النفي لم، لها الصدارة في الكلام حيث سبقت حرف العطف. سين ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات؟ أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأن تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله. سين قال تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ما المعنى الذي أفادته أنى وما إعرابها ولماذا؟ جيم أنى أفادت الحال للتعجب، اسم استفهام مبني في محل نصب حال لأن تلاها فعل تام. سين لا تأسفن لماض أين صبركم؟ لا حبذا أمل إن مات لا كان. ما الموقع الإعرابي لإسم الاستفهام معللة؟ جيم أين خبر مقدم، اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبة تلاه اسم معرفة. سين قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ ما خصائص الهمزة؟ جيم لها الصدارة على أحرف العطف ودخولها على الجملة المنفية. سين فكيف أخاف أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل؟ ما الموقع الإعرابي لإسم الاستفهام معللة ولأي غرض خرج الاستفهام؟ جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام، غرض الاستفهام النفي. سين قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ما خصيصة الهمزة؟ ثم أعرب اسم الاستفهام الوارد في النص الكريم ذاكرا السبب. جيم سبقت حرف العطف ودخلت على كلام منفي. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. استخرج اسم الاستفهام وأعربه ذاكرا السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين قال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم أي اسم استفهام مجرور بحرف الجر لأنها سبقت بحرف جر. سين يقول الناس: لا يضرك نأيها بل كل ما شف النفوس يضرها. ما خصيصة الهمزة؟ ثم أدخل اسما للاستفهام دالا على الذات على جملة يقول الناس بحيث يعرب مبتدا. جيم خصيصة الهمزة حذفت للتخفيف. ما يقوله الناس؟ سين سئل أحد الحكماء: أي الأمور أشد تأييدا للعقل؟ قال: مشاورة العلماء وتجريب الأمور وحسن التثبت. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه معللا؟ جيم دلالة اسم الاستفهام للذات غير العاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاه اسم نكرة. سين ما بال قلبك قد قسى وإلى متى؟ أبكي ومما قد جرى أتعتب. في البيت اسماء استفهام، ما إعرابهما ولماذا؟ جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه اسم معرفة.
متى اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سوق بحرف جر. سين لما أتت رسل الأحلام زرتهم ليلا وهل من هوى الحسناء أقصار ليلا وهل من هوى الحسناء إقصار. استبدل حرف الاستفهام بحرف آخر وغير ما ينزل. جيم أو من هوى الحسناء إقصار. سين كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري. ما نوع كم وما إعرابها ولماذا. جيم نوع كم خبرية، الإعراب خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين قال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أعرب اسم الاستفهام في النص ذاكرا السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوف مفعوله. سين أين صبري أم كيف أملك مدمعي والمطايا بالضاعنين تساق. أعرب اسم الاستفهام الأول وكيف تجعل إعرابه في محل نصب مستوفي الأوجه الممكنة. جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة في محل نصب. أين أصبر أين كان صبري أين أصبح صبري حاصلا. سين قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ما إعراب اسم الاستفهام موثقا إجابتك بالقاعدة. جيم ماذا اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين فمني بطيف من خيالك واسألي إذا عاد عني كيف بات المتيم. أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم تلاه فعل ناقص لم يستوف خبره. سين نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. أعرب اسم الاستفهام واذكر السبب. جيم اسم استفهام ما اسم مبني اسم استفهام ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وقول الزور وعقوق الوالدين. لماذا كان الجواب ببلى وليس بنعم. جيم لأن الاستفهام منفي يكون الجواب بلى لإثبات النفي. سين قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. دل على اسم الاستفهام في النص وأعربه موضحا سبب الإعراب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه اسم معرفة. سين أغار من قلبي إذا هام للقياك وأنت المنى والروح فكيف أنساك. عين اسم الاستفهام وأعربه ذاكرا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين قال العقاد أنا لا يهمني كم من الناس أرضيت ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت. ورد اسم استفهام في النص عين المعرب منهما وإعرابه معللا. جيم أي
اسم استفهام مفعول به مقدم وجوبا منصوب علامة نصبه الفتحة، تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله أقنعت. سين وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جوى يذوب. وفي مصر أراك تحتها خط، استفهم عما تحته خط. جيم كيف أراك في مصر أو كيف أنت في مصر. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ما دلالة أنى وما إعرابها ولماذا؟ جيم أنى دلالتها للمكان بمعنى من أين، إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له أو ليه. نعم ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا؟ جيم دلالة أي للعاقل، إعرابها اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاه فعل ناقص استوفى خبره. سين وكيف يكون المرء حرا مهذبا ويأتي بما يأتي به كل فاسق؟ أعرب اسم الاستفهام مع ذكر السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل ناقص استوفى خبره. سين قال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم لمن من اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين قال تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ما إعراب اسم الاستفهام الوارد في النص معللا؟ جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم جوازا تلاه معرفة. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن. أعرب اسم الاستفهام مع بيان السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم لأنه تلاه معرفة. سين سئل رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. ما إعراب اسم الاستفهام ولماذا؟ جيم ما أكثر اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم لأن تلاه معرفة. سين قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ما خصائص الهمزة؟ جيم أفمن لها الصدارة في الكلام على حرف العطف الفاء تأتي مع الاستفهام التصويري أمن. سين قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أعرب ماذا في النص موحدة غير مجزأة مع السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين كم مشينا على الخطوب كراما والردى حاسر النواذج فاغر. أعرب كم مع ذكر السبب. جيم كم اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن تلاه فعل لازم، أو كم خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق منصوب وذلك بتقدير التمييز مرة أو مشية.
سين ولا الشباب فهل يعود ولاح شيب فما يريد. ضع الهمزة بدل هل وغير ما يلزم، ثم أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم ولا الشباب أفيعود ما يريد، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، السبب تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين على ماذا اتفقنا يا فؤادي، إذا ضاقت عليك فمن تنادي. أعرب اسم الاستفهام الثاني مع بيان السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله. سين كم تضاحكت عندما كنت أبكي وتمنيت أن يطول عذابي. ما نوع كم وما إعرابها ولماذا. جيم كم اسم مبني في محل نصب مفعول مطلق على تقديره كم مرة ويقبل من الطالب، اسم مبني في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين إذا امتلأ الفؤاد به فماذا يضر إذا خلت منه الأماكن. أعرب ماذا موحدة غير مجزأة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، تلاه فعل متعد لم يستوف مفعوله. سين قال تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. اتسمت الهمزة، وما دلالة أنى وما إعرابها موضحا السبب. جيم دخولها على الجملة المنفية أن، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين أيان ندرك أخطاءنا فنعترف بها ونصححها. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه والسبب، ثم استبدله باسم آخر بمعناه. جيم للزمان، أيان اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل تام. الاستبدال متى ندرك أخطاءنا. سين قال الشاعر أن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم والخليقة تذهب. ما دلالة أن وما إعرابها ولماذا. جيم للحال، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين ألف العالم 20 كتابا. ضع سؤال يكون ما تحته خط جوابا للجملة أعلاه مبين نوع الأداة وإعرابها. 20 كتابا تحتها خط. جيم كم كتابا ألف العالم. كم للسؤال عن العدد لغير العاقل. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. سين قال الشاعر وما لي لا أثني عليك وطالما وفيت بعهدي والوفاء قليل. عين اسم الاستفهام وأعربه معللا. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين ألا يا حمام الأيك ما لك باكيا أفارقت إلفا أم جفاك خليل. بماذا اختصت الهمزة، وهل يجوز استبدال هل بالهمزة ولماذا. جيم تصور يجاب عنها بالتعيين لوجود أم المعادلة، ولا يجوز الاستبدال بهل لأن هل لا تدخل على استفهام تصور. سين أن يكون لليل حزنك من تأى ومتى يكون لشمس سعدك مطلع. ما دلالة أن وما إعرابها ولماذا. جيم للزمان، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل ناقص استوفى خبره.
قبل من الطالب في الإجابة للحال أو المكان. سين فكم سعيا سعيت وأنت كفء وقد كنت المكلف بالسداد، ما نوع كم وما إعرابها ولماذا؟ جيم كم استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق تلاها فعل من لفظ تمييزها. سين قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أعرب ماذا موحدة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين ليت المنازل أخبرت مستخبرا أين استقر بأهلها الأوطان، أعرب اسم الاستفهام معللا. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاها فعل تام. سين فيما الفراق أليس يجمعنا حب نظل عليه نعتلق، هل يجوز استبدال الهمزة بهل ولماذا وما المعنى الذي أفادت؟ جيم لا يجوز الاستبدال بهل لأن هل لا تدخل على كلام منفي، حرف استفهام للتصديق أثبت النفي. سين قيل للسيد المسيح عليه السلام من أدبك؟ قال ما أدبني أحد أفادته. حدد اسم الاستفهام وإعرابه مع ذكر السبب. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. سين قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما دلالة اسم الاستفهام وكيف توجه إعرابه والسبب؟ جيم صفة العاقل، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاها اسم معرفة. سين أدخل أن في جملتين مفيدتين تدل على المعنيين مختلفين ثم أذكر معناها في كل جملة. جيم قال تعالى يا مريم أنى لك هذا للمكان، قال تعالى أنى يحيي الله هذه بعد موتها للحال. سين نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب، ما إعراب كيف ولماذا وكيف تجعل إعرابها في محل رفع؟ جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام، في محل رفع كيف البكاء؟ سين أي المفاخر أمست في منابركم وغيركم أمره فيهن محتكم، ما دلالة أي ثم استبدلها باسم استفهام آخر بمعناها؟ جيم لغير العاقل ما أمست في منابركم. سين قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، ما الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام معللا؟ جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاها معرفة. سين قال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، اختصت الهمزة في النص الكريم وهل يجوز استبدالها بهل؟ جيم دخلت على أسلوب شرط لا يجوز الاستبدال مع هل. سين ألم تر إلى النوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضل، أجب إجابة تامة عن الاستفهام الأول ثم أعرب كيف معللا. جيم للإثبات بلى رأيت، للنفي نعم لم أرى. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. الجيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين كيف السبيل وقد شطت بنا الدار، أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا، وردت كيف مرتين، ما إعراب الثانية معللا
وكيف تجعل إعرابها في محل رفع؟ جيم: كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. كيف الصبر أو كيف صبركم؟ سين: ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. حدد اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم: فيما؟ ما؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر لأنه سبق بحرف جر. سين: يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا؟ ثم استبدل به اسم استفهام معرب بمعناه. جيم: للمكان. أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاه فعل تام. الاستبدال: أي مكان حل الجود أو أي جهة حل الجود. سين: أنى يخيب الذي يدعوك محتسبا وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانا. دل على النفي الوارد في البيت وبين نوعه وأسلوبه. جيم: أنى كيف؟ نفي ضمني بأسلوب الاستفهام المجازي الذي خرج للنفي. سين: تسائلني وهل أحببت قبلي وكم خل صحبة وكم خليلة. ما نوع كام الأولى وما إعرابها ولماذا؟ جيم: استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين: قال تعالى: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما إعراب اسم الاستفهام موضحا السبب؟ جيم: ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين: بإن سألت الناس بها كثير وأي الناس ليس له عيوب. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا؟ جيم: للعاقل. أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين: أي نجاح في الامتحان نجح أخوك؟ أعرب أي واذكر السبب. جيم: أي اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تلاه فعل من لفظ مضافها. سين: فوالله ما أدري إن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني. ثمت محذوف رده إلى مكانه واذكر سبب الحذف. جيم: أبي سبع رمين الجمر، سبب الحذف للتخفيف. سين: وقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. حدد اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم: ما؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين: عن عبد الله بن مسعود قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا؟ جيم: للعاقل. أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاه اسم نكرة. سين: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. اذكر سمة الهمزة وهل ممكن استبدال هل بالهمزة ولماذا؟ جيم: حذفت للتخفيف. لا يمكن استبدال هل بالهمزة لأن هل لا يجوز حذفها. سين: استفهم بالهمزة بحيث يكون الجواب بالتعيين مرة وبأحرف الجواب مرة أخرى. جيم: بالتعيين. أشعرا قرأت أم نثرا؟ بأحرف الجواب: أقرأت ديوان المتنبي؟ ألم تقرأ ديوان المتنبي؟ سين: أي فتى ألقاك في الحرب معلما وأي ثبات أنت في الحرب تثبت. تكررت أي مرتين فماذا أفادت في كل مرة؟
جيم أي فتاة للعاقل أي ثبات للحدث. سين أين صبري أم كيف أملك مدمعي والمطايا بالضاعنين تساق. أعرب اسم الاستفهام الأول وكيف تجعل إعرابه في محل نصب مستوفيا الأوجه الممكنة. جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. أين كان الصبر أين كان الصبر حاصلا. سين قال تعالى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. حدد اسم الاستفهام وأعربه ذاكرا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين قال تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام واحد وإن اختلف السبب وضح ذلك. جيم أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة تلاها اسم نكرة. من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تلاها شبه جملة. سين قد خلقتني طريحا قد خلقتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد. عين اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين لأي جميل من جميلك أشكر وأي أياديك الجليلة أذكر. وردت أي مرتين ما دلالة الأولى وما إعرابها معللا. جيم دلالتها لغير العاقل. لأي أي اسم استفهام مجرور علامة جره الكسر الظاهرة على آخره السبب سبقت بحرف جر. سين متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ما نوع الاستفهام من حيث المعنى ولأي غرض خرج. جيم نوعه تصور غرض لغرض خرج لغرض النفي. سين تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. عين اسم الاستفهام وبين دلالته وإعرابه ذاكرا السبب. جيم متى للزمان اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين قف في ديار الضاعنين ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام. أعرب اسم الاستفهام موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين قال تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا. جيم دلالة اسم الاستفهام للعاقل اسم استفهام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة تلاه فعل متعدي استوفى مفعوله. سين من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أعرب ماذا موحدة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين ما كان زهدا بيننا وكيف أزهد فيك وأنت أنا. عين اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين نقول أي نجاح نجح أخوك. أي نجاح نجاح أخيك. ما دلالة أي وما إعرابها في المثالين. جيم أي نجاح نجح أخوك الدلالة للحدث أي اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي نجاح نجاح أخيك الدلالة لغير العاقل أي اسم استفهام مبتدأ أو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
سين بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، قد عدت تحتها خط. ضع سؤال يكون ما تحته خط جوابا له. جيم ألم ما تعد؟ سين ألم ترى إن العقل زين لأهله، وأن تمام العقل طول التجارب. ما خصيصة الهمزة؟ ثم أجب عن الاستفهام بالإثبات مرة وبالنفي مرة أخرى. جيم خصيصة الهمزة دخلت على كلام منفي. للإجابة عن الاستفهام للإثبات بلى رأيت، للنفي نعم لم أرى. سين قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعدي استوفى مفعوله. سين نقول في أي مدرسة أكملت المرحلة المتوسطة؟ ما دلالة اسم الاستفهام أي وما إعرابها؟ جيم الدلالة للمكان أي اسم استفهام مجرور وعلامة جره الكسرة. سين حرام علي النوم يا ابنة مالك ومن فرشه ومن فرشه جمر الغضا كيف يرقد. أعرب اسم الاستفهام الوارد في النص معللا. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. سين لأي خليل في الزمان أرافق وأكثر من لاقيت خب منافق. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا، ثم أستبدلها باسم آخر بمعناها. جيم الدلالة للعاقل أي اسم استفهام مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه سبق بحرف جر. الاستبدال لمن أرافق في الزمان. سين قال تعالى قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما إعراب اسم الاستفهام؟ جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. سين ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين المهرب. ما إعراب اسم الاستفهام معللا؟ جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. ثمة حرف محذوف رده إلى مكانه واذكر سبب الحذف. جيم إلى البحر سبب الحذف للتخفيف. سين يا عين ما لك لا تبكين تسكابا إذا راب الدهر وكان الدهر ريابا. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين فهل لغريب طوحته يد النوى رجوع وهل للحائمات ورود. ما نوع الاستفهام الوارد في البيت ثم ضع الهمزة بدل هل في الشطرين وغير ما يلزم. جيم نوع الاستفهام تصديق أفل غريب. سين نقول واحد من أحسن الناس، اثنين من أحسن للناس. فما إعراب ما تحتهما خط مع ذكر السبب؟ جيم واحد من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. اثنين من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين فكيف يجذب حرف أنت ملهمه فكيف يجذب حرف أنت ملهمه وكيف تضمأ روح أنت ساقيها. وردت كيف مرتين، فما إعراب الأولى معللا وكيف تجعل الثانية في محل رفع خبر مرة ونصب خبر مرة أخرى. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. محل رفع خبر كيف الضمأ، في محل نصب خبر كيف كان الضمأ. سين أي جرح في أبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئم. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا؟ جيم للدلالة لغير العاقل،
اسم استفهام مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاها اسم نكرة. سين: أليس كثيرا أن نكون ببلدة كلانا بها ثاون ولا نتكلم؟ ما نوع الاستفهام؟ ثم أجب عليه بالإثبات مرة وبالنفي مرة أخرى. جيم: نوع الاستفهام تصديق، الإثبات بلى كثير أن نكون ببلدة، النفي نعم ليس كثيرا أن نكون ببلدة. سين: كم ليلة سرت في البيداء منفردا والليل قد مالت كواكبه؟ ما إعراب كم معللا؟ جيم: كم خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول في ظرف زمان تلاها فعل تام. سين: أرى أهل ليلى أورثوني صبابة وما لي سوى ليلى الغداة طبيب. استفهم عما تحته خط بأداة استفهام مناسبة. جيم: من ترى أو أي شخص ترى؟ سين: أنى يخيب من يدعوك محتسبا وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانا؟ ما إعراب اسمي الاستفهام معللا وإلى أي غرض خرج الاستفهام في الشطرين؟ جيم: أن اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل ناقص استوفى خبره. خرج الاستفهام لغرض النفي في الشطرين. سين: ولو أني استطعت لتبت عنه ولكن كيف عن روحي المتاب؟ أعرب اسم الاستفهام موضحا السبب. جيم: كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين: قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما خصيصة الهمزة وما إعراب اسم الاستفهام؟ جيم: الهمزة سبقت حرف العطف لأن لها الصدارة في الكلام. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر تلاه اسم نكرة. سين: المدرسون يهتمون بطلبتهم وكذلك المدرسات. المدرسون يهتمون بطلبتهم تحتها خط. ضع سؤالا يكون ما تحتهما خط جوابا له. جيم: من يهتم بالطلبة أو أيكم يهتم بالطلبة؟ من تهتم بالطلبة أو أيكن يهتم بالطلبة؟ سين: قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ما خصائص الهمزة؟ جيم: الواو ودخولها على النفي لم، لها الصدارة في الكلام حيث سبقت حرف العطف. سين: ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات؟ أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم: ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأنه تلا فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين: قال تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ما المعنى الذي أفادته أنى وما إعرابها ولماذا؟ جيم: أنى أفادت الحال للتعجب، اسم استفهام مبني في محل نصب حال لأن تلاها فعل تام. سين: لا تأسفن لماض أين صبركم لا حبذا أمل إن مات لا كان. ما الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام معللا؟ جيم: أين خبر مقدم اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين: قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ ما خصائص الهمزة؟ جيم: لها الصدارة على أحرف العطف ودخولها على الجملة المنفية. سين: فكيف أخاف أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل؟ ما الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام معللا وإلى أي غرض خرج الاستفهام؟ جيم: كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. غرض الاستفهام النفي. سين: قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ما خصيصة الهمزة؟ ثم أعرب اسم الاستفهام الوارد في النص
الكريم ذاكرا السبب. جيم سبقت حرف العطف ودخلت على كلام منفي. كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حرمت النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال على الهين اللين السهل القريب. استخرج اسم الاستفهام وأعربه ذاكرا السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين قال تعالى من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم أي اسم استفهام مجرور بحرف جر لأنها سبقت بحرف جر. سين يقول الناس لا يضرك نأيها بلى كلما شف النفوس يضرها. ما خصيصة الهمزة؟ ثم أدخل اسما للاستفهام دالا على الذات على جملة يقول الناس بحيث يعرب مبتدأ. جيم خصيصة الهمزة حذفت للتخفيف ما يقوله الناس. سين سئل أحد الحكماء أي الأمور أشد تأييدا للعقل؟ قال مشاورة العلماء وتجريب الأمور وحسن التثبت. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه معللا؟ جيم دلالة اسم الاستفهام للذات غير العاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاه اسم نكرة. سين ما بال قلبك قد قسى وإلى متى أبكي ومما قد جرى أتعتب. في البيت اسماء استفهام، ما إعرابهما ولماذا؟ جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه اسم معرفة. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين لماذا أتت رسل الأحلام؟ لما أتت رسل الأحلام زرتهم ليلا وهل من هوى الحسناء إقصار. استبدل حرف الاستفهام بحرف آخر وغير ما يلزم. جيم أو من هوى الحسناء إقصار. سين كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري. ما نوع كم وما إعرابها ولماذا؟ جيم نوع كم خبرية، الإعراب خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين قال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أعرب اسم الاستفهام في النص ذاكرا السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله. سين أين صبري أم كيف أملك مدمعي والمطايا بالضاعنين تساق. أعرب اسم الاستفهام الأول وكيف تجعل إعرابه في محل نصب مستوفي الأوجه الممكنة. جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. في محل نصب أين أصبر؟ أين كان صبري؟ أين أصبح صبري حاصلا؟ سين قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ما إعراب اسم الاستفهام موثقا إجابتك بالقاعدة؟ جيم ماذا اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين فمني بطيف من خيالك واسألي إذا عاد عني كيف بات المتيم. أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم تلاه فعل ناقص لم يستوفي خبره. سين نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. أعرب اسم الاستفهام واذكر السبب. جيم اسم استفهام ما
اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وقول الزور وعقوق الوالدين. لماذا كان الجواب ببلى وليس بنعم؟ جيم: لأن الاستفهام منفي يكون الجواب بلى للإثبات النفي. سين: قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. دل على اسم الاستفهام في النص وأعربه موضحا سبب الإعراب. جيم: من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه اسم معرفة. سين: أغار من قلبي إذا هام للقياك، وأنت الروح وأنت المنى والروح فكيف أنساك. عين اسم الاستفهام وأعربه ذاكرين السبب. جيم: كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين: قال العقاد: أنا لا يهمني كم من الناس أرضيت، ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت. ورد اسم استفهام في النص، عين المعرب منهما وإعرابه معللا. جيم: أي اسم استفهام مفعول به مقدم وجوبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة تلاه فعل متعد لم يستوفي مفعوله أقنعت. سين: وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جوى يذوب، وفي مصر أراك تحتها خط، استفهم عما تحته خط. جيم: كيف أراك في مصر أو كيف أنت في مصر. سين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ما دلالة أنى وما إعرابها ولماذا؟ جيم: أن دلالتها للمكان بمعنى من أين، إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين: أي الخلائق لست في رقابهم لأولية هذا أولية نعم. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا؟ جيم: دلالة أي للعاقل، إعرابها اسم استفهام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاه فعل ناقص استوفى خبره. سين: وكيف يكون المرء حرا مهذبا ويأتي بما يأتي به كل فاسق؟ أعرب اسم الاستفهام مع ذكر السبب. جيم: كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل ناقص استوفى خبره. سين: قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض. أعرب اسم الاستفهام. جيم: لمن من اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين: قال تعالى: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ما إعراب اسم الاستفهام الوارد في النص معللا؟ جيم: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم جوازا تلاه معرفة. سين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن. أعرب اسم الاستفهام مع بيان السبب. جيم: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم لأنه تلاه معرفة. سين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ما إعراب اسم الاستفهام ولماذا؟ جيم: ما أكثر اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم لأن تلاه معرفة. سين: قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ما خصائص الهمزة؟ جيم: أفمن لها الصدارة في الكلام على حرف العطف الفاء، تأتي مع الاستفهام التصوري أمن.
سين قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أعرب ماذا في النص موحدة غير مجزأة مع السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين كم مشينا على الخطوب كراما ورد حاسر النواجذ فاغر أعرب كم مع ذكر السبب. جيم كم اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن تلاه فعل لازم أو كم خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق منصوب وذلك بتقدير التمييز مرة أو مشية سين ولا الشباب فهل يعود ولاح شيب فما يريد ضع الهمزة بدل هل وغير ما يلزم ثم أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم ولا الشباب أفيعود ما يريد اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم السبب تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين على ماذا اتفقنا يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي أعرب اسم الاستفهام الثاني مع بيان السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين كم تضاحكت عندما كنت أبكي وتمنيت أن يطول عذابي ما نوع كم وما إعرابها. جيم كم اسم مبني في محل نصب مفعول مطلق على تقديره كم مرة ويقبل من الطالب اسم مبني في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين إذا امتلأ الفؤاد به فماذا يضر إذا خلت منه الأماكن أعرب ماذا موحدة غير مجزأة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين قال تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ابتسمت الهمزة وما دلالة أن وما إعرابها موضحا السبب. جيم دخولها على الجملة المنفية أن اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين أيانا ندرك أخطاءنا فنعترف بها ونصححها ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه والسبب ثم استبدله باسم آخر بمعناه. سين جيم للزمان أيان اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل تام الاستبدال متى ندرك أخطاءنا. سين قال الشاعر أن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم والخليقة تذهب ما دلالة أن وما إعرابها ولماذا. جيم للحال اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين ألف العالم 20 كتابا ضع سؤال يكون ما تحته خط جوابا للجملة أعلى مبينا نوع الأداة وإعرابها 20 كتابا تحتها خط. جيم كم كتابا ألف العالم كم للسؤال عن العدد لغير العاقل كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا. سين قال الشاعر وما لي لا أثني عليك وطالما وفيت بعهدي والوفاء قليل جي عين اسم الاستفهام وأعربه معللا. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين ألا يا حمام الأيك ما لك باكيا أفارقت إلفا أم جفاك خليل بماذا اختصت الهمزة وهل يجوز استبدال هل بالهمزة ولماذا. جيم تصوير يجاب عنها بالتعيين لوجود أم المعادلة ولا يجوز الاستبدال بهل لأن هل لا تدخل على اسم على استفهام تصور. سين أن يكون لليل حزنك منتأى ومتى يكون لشمس سعدك مطلع ما دلالة أن وما إعرابها ولماذا. جيم للزمان اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل ناقص استوفى خبره قبل من الطالب في الإجابة للحال أو للمكان. سين
فكم سعيا سعيت وأنت كفء وقد كنت المكلف بالسداد. ما نوع كم وما إعرابها ولماذا؟ جيم كم استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق تلاها فعل من لفظ تمييزها. سين قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أعرب ماذا موحدة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين ليت المنازل أخبرت مستخبرا أين استقر بأهلها الأوطان، أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاها فعل تام. سين فيما الفراق أليس يجمعنا حب نظل عليه نعتلق، هل يجوز الاستبدال الهمزة بهل ولماذا وما المعنى الذي أفادت؟ جيم لا يجوز الاستبدال بهل لأن هل لا تدخل على كلام منفي، حرف استفهام للتصديق أثبت النفي. سين قيل للسيد المسيح عليه السلام من أدبك؟ قال ما أدبني أحد أفادته. حدد اسم الاستفهام وإعرابه مع ذكر السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. سين قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما دلالة اسم الاستفهام وكيف توجه إعرابه والسبب؟ جيم صفة العاقل، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا أو خبر تلاها اسم معرفة. سين أدخل أن في جملتين مفيدتين تدل على المعنيين مختلفين ثم أذكر معناها في كل جملة. جيم قال تعالى يا مريم أنى لك هذا للمكان، قال تعالى أنى يحيي هذه بعد موتها، أنى يحيي الله هذه بعد موتها للحال. سين نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب، ما إعراب كيف ولماذا وكيف تجعل إعرابها في محل رفع؟ جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام في محل رفع كيف البكاء. سين أي المفاخر أمست في منابركم وغيركم أمره فيهن محتكم، ما دلالة أي ثم استبدلها باسم استفهام آخر بمعناها. جيم لغير العاقل ما أمست في منابركم. سين قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، ما الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام معللا. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا أو خبر تلاها معرفة. سين قال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، اختصت الهمزة في النص الكريم وهل يجوز استبدالها بهل؟ جيم دخلت على أسلوب الشرط لا يجوز الاستبدال مع هل. سين ألم تر إلى النوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضل؟ أجب إجابة تامة عن الاستفهام الأول ثم أعرب كيف معللة. جيم للإثبات بلى رأيت، للنفي نعم لم أرى. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. قال سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا أو خبر تلاه معرفة. سين كيف السبيل وقد شطت بنا الدار، أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا، وردت كيف مرتين، ما إعراب الثانية معللا وكيف تجعل إعرابها في محل رفع. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام، كيف الصبر أو كيف صبركم. سين ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح، حدد اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم فيما ما
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر لأنه سبق بحرف جر. سين: يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا؟ ثم استبدل به اسم استفهام معرب بمعنى. جيم: للمكان أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاه فعل تام. الاستبدال: أي مكان حل الجود أو أي جهة حل الجود. سين: أنى يخيب الذي يدعوك محتسبا وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانا. دل على النفي الوارد في البيت وبين نوعه وأسلوبه. جيم: أنى كيف نفي ضمني بأسلوب الاستفهام المجازي الذي خرج للنفي. سين: تسائلني وهل أحببت غيري وكم خلا صحبت وكم خليلة. ما نوع كم الأولى وما إعرابها ولماذا؟ جيم: استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين: قال تعالى قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما إعراب اسم الاستفهام موضحا السبب؟ جيم: ماذا، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. ويقبل من الطالب مجزأ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر لأن تلاه معرفة ذا. سين: بإن سألت الناس بها كثير وأي الناس ليس له عيوب. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا؟ جيم: للعاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين: أي نجاح في الامتحان نجح أخوك؟ أعرب أي واذكر السبب. جيم: أي اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تلاه فعل من لفظ مضافها. سين: فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني. ثمت محذوف رده إلى مكاني واذكر سبب الحذف. جيم: أبسبع رمين الجمر سبب الحذف للتخفيف. سين: وقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. حدد اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم: ما، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. سين: عن عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فأن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا؟ جيم: للعاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاه اسم نكرة. سين: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذي الشيب يلعب. أذكر سمة الهمزة وهل ممكن استبدال هل بالهمزة ولماذا؟ جيم: حذفت للتخفيف، لا يمكن استبدال هل بالهمزة لأن هل لا يجوز حذفها. سين: استفهم بالهمزة بحيث يكون الجواب بالتعيين مرة وبأحرف الجواب مرة أخرى. جيم: بالتعيين، أشعرا قرأت أم نثرا؟ بأحرف الجواب: أقرأت ديوان المتنبي؟ ألم تقرأ ديوان المتنبي؟ سين: أي فتى ألقاك في الحرب معلما وأي ثبات أنت في الحرب تثبت؟ تكررت أي مرتين فماذا أفادت في كل مرة؟ جيم: أي فتى للعاقل، أي ثبات للحدث. سين: أي صبري أم كيف أملك مدمعي والمطايا بالضاعنين تساق. أعرب اسم الاستفهام الأول وكيف تجعل إعرابه في محل نصب مستوفيا الأوجه الممكنة. جيم: أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا؟ أين كان الصبر؟ أين كان الصبر حاصلا؟ سين: قال تعالى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. حدد اسم الاستفهام وأعربه ذاكرا السبب.
جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين قال تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. الموقع الإعرابي لإسم الاستفهام واحد وإن اختلف السبب وضح ذلك. جيم أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة تلاها اسم نكرة. من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ تلاها شبه جملة. سين قد خلقتني خلقتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد. عين اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. سين لأي جميل من جميلك أشكر وأي أياديك الجليلة أذكر. وردت أي مرتين ما دلالة الأولى وما إعرابها معللا. جيم دلالتها لغير العاقل لأي أي اسم استفهام مجرور على مجره الكسر الظاهرة على آخره السبب سبقت بحرف جر. سين متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ما نوع الاستفهام من حيث المعنى ولأي غرض خرج. جيم نوعه تصور خرج لغرض النفي. سين تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. عين اسم الاستفهام وبين دلالته وإعرابه ذاكرا السبب. جيم متى للزمان اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين قف في ديار الضاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام. أعرب اسم الاستفهام موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين قال تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ما دلالة اسم الاستفهام وما إعرابه ولماذا. جيم دلالة اسم الاستفهام للعاقل اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلاه فعل متعدي استوفى مفعوله. سين من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أعرب ماذا موحدة مع ذكر السبب. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. سين ما كان زهدا بيننا وكيف أزهد فيك وأنت أنا. عين اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين نقول أي نجاح نجح أخوك. أي نجاح نجاح أخيك. ما دلالة أي وما إعرابها في المثالين. جيم أي نجاح نجح أخوك الدلالة للحدث أي اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي نجاح نجاح أخيك الدلالة لغير العاقل أي اسم استفهام مبتدأ أو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سين بلى قد عدت يا قلبي إليها فهذا الدمع منسكب صبيب. ضع سؤال يكون ما تحته خط جوابا له. جيم ألم تعد. سين ألم ترى إن العقل زين لأهله وأن تمام العقل طول التجارب. ما خصيصة الهمزة ثم أجب عن الاستفهام بالإثبات مرة وبالنفي مرة أخرى. جيم خصيصة الهمزة دخلت على كلام منفي للإجابة عن الاستفهام للإثبات بلى رأيت للنفي نعم لم أرى. سين قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعدي استوفى مفعوله. سين نقول في أي مدرسة أكملت المرحلة المتوسطة. ما دلالة اسم الاستفهام أي وما إعرابها. جيم الدلالة للمكان أي اسم استفهام مجرور وعلامة جره الكسرة. سين
حرام علي النوم يا ابنة مالك، ومن فرشه جمر الغضا كيف يرقد. أعرب اسم الاستفهام الوارد في النص معللا. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. سين لأي خليل في الزمان أرافق، وأكثر من لاقيت خب منافق. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا، ثم استبدلها باسم آخر بمعناها. جيم الدلالة للعاقل، أي اسم استفهام مجرور على مجره الكسرة لأنه سبق بحرف جر. الاستبدال لمن أرافق في الزمان. سين قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أعرب اسم الاستفهام واذكر السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام. سين كم من أناس حسان الشكل أعرفهم، لكن جوهرهم زيف فوا أسفي. ما نوع كم وما إعرابها معللة. جيم نوع كم خبرية، كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله أعرفهم. سين قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. عين اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه اسم نكرة. سين لقد طال السهاد وطال ليلي فلا أدري الرقاد متى يكون. ما إعراب متى معللة. جيم متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم تلاه فعل ناقص لم يستوفي خبره. سين ما للعيون تحدرت عبراتها وعلام الحزن يا ذات إلبها. ورد اسماء استفهام أعربهما موضحا السبب. جيم ما للعيون ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه شبه جملة. علام ما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. سين فلو أطلعت على تباريح الهوى لعلمت أي دم بحبك يهدر. ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا. جيم دلالة أي لغير العاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاه فعل مبني للمجهول. سين فكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. ما إعراب كيف معللا وكيف تجعل إعرابها في محل رفع. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. لجعلها في محل رفع كيف الخوف أو كيف خوف الفقر. سين بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أعرب اسم الاستفهام معللا ثم بين ما طرأ عليه من تغيير. جيم بما ما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. ما طرأ عليه من تغيير حذفت الألف للتخفيف تمييزا لها عن بقية أنواع ما ووضع بدلها فتحة. سين قاس هواك بكل نبض قد سرى لم يا مناي ظلمتني وتركتني. في البيت الشعري استفهام دل عليه ووضح ما طرأ عليه من تغيير. جيم لما حذفت الألف للتخفيف وتمييزا لها عن بقية أنواع ما وضع بدلها فتحة. سين هدمت فؤادي كيف عذبه الهوى أما لفؤادي من هواه نصيب. واحد في البيت خصيصة من خصائص الهمزة دل عليها. جيم أما الهمزة دخلت على كلام منفي. اثنين إذا كنا نسأل في جملة كيف عذبه الهوى أجبت عنها قصرا عذبه الهوى، فما إعراب كيف معللا. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. ثلاثة استبدل بكيف أداة استفهام أخرى. جيم أن عذبه الهوى. سين النجوم ليلي أين بدري طالعا أو منه ما تتعلمين أفولا. واحد تضمن البيت أداتي استفهام، أعرب أداة الاستفهام الأولى معللة. جيم
أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. 2. استبدل هل بالأداة الثانية معززا إجابتك بذكر السبب. جيم وهل منه ما تتعلمين؟ الهمزة تسبق حرف العطف لأن لها الصدارة في الكلام، وأما هل تأتي بعد حروف العطف. سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. في النص استفهام، استفهامان، دل عليهما وبين نوعهما ثم أعرب أداته الثانية. جيم أتدرون أ نوع الاستفهام تصديق، ما الغيبة ما نوع الاستفهام تصور، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاه معرفة. سين أي القلوب عليكم ليس ينصدع، وأي نوم عليكم ليس يمتنع، ما دلالة أي في الشطر الأول وما إعرابها ولماذا. جيم الدلالة لغير العاقل، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السبب تلاه فعل ناقص استوفى خبره. سين قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، دل على اسم الاستفهام ولأي غرض خرج. جيم ما لكم ما خرج لغرض التعجب. سين قال تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ما خصائص الهمزة الواردة مرتين. أئذا الهمزة دخلت على أسلوب شرط، أئنا الهمزة دخلت على الحرف المشبه بالفعل. سين لقد دب الهوى لك في فؤادي، دبيب دم الحياة إلى العروق، في فؤادي تحتها خط، استفهم عما تحته خط بحرف استفهام مرة وباسم استفهام مرة أخرى. جيم بحرف استفهام، أفي فؤادك دب الهوى أم في العروق؟ اسم استفهام، أين دب الهوى أو فيما دب الهوى أو أن دب الهوى. سين ليت شعري أين منه مهربي، أين يمضي هارب من دمه، ما إعراب أين الوارد مرتين مع ذكر السبب. جيم أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم تلاه معرفة، مهربي. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاه فعل تام، يمضي. سين ما كنت أصبر عن لقائك ساعة، كيف السبيل إلى اصطباري أشهرا. عين اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. جيم كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر تلاه اسم معرفة. سين ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. حدد اسم الاستفهام وأعربه موضحا السبب. فيما ما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر سبق بحرف جر. سين قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ما دلالة أي وما إعرابها ولماذا. جيم دلالة أي للحدث، أي اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تلاها فعل من لفظ مضافها. سين تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر. أعرب اسم الاستفهام ثم ضع الهمزة بدل هل وغير ما تراه مناسبا. جيم من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر أو بفتى مثلي على حاله نكر. سين قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أعرب ماذا موحدة غير مجزأة معززا ذلك بالقاعدة. جيم ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل مبني للمجهول. سين أتسامحا تبغي أم تعصبا، أتبغي تسامحا أم تعصبا.
أي الجملتين أصح تعبيرا؟ ادعم إجابتك بالقاعدة. جيم: الجملة الأولى: التسامح أن تبغي أم تعصب؟ لأن المستفهم عنه واقع بعد الهمزة والمعطوف بعد أم مباشرة. سين: قال تعالى: انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال الشاعر: وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تذهب. الموقع الإعرابي لاسم الاستفهام في النصين أعلاه واحد، وإن اختلف السبب وضح ذلك. جيم: كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاها فعل تام. أن: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال تلاها فعل ناقص استوفى خبره. سين: فلو اطلعت على تباريح الهوى لعلمت أي دم بحبك يهدر. أعرب اسم الاستفهام معللا. جيم: أي: اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف تلاها فعل مبني للمجهول. سين: قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حدد اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب. جيم: من؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه اسم نكرة. سين: وستعلم ليلى أي دين تداين أي دين أي دين تداينت وأي غريم للتقاضي غريمها. ما دلالة أي في الشطر الثاني وما إعرابها ولماذا؟ جيم: دلالة أي للعاقل، أي اسم استفهام مبتدأ أو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف تلاها اسم معرفة. سين: أقول لها يوما وقد شط بالنوى متى الملتقى؟ قالت قريب من الحشر. ما إعراب متى معللا وكيف تجعل إعرابها ظرفا؟ جيم: متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة لجعل إعرابها ظرفا. متى نلتقي؟ سين: تسألني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر. ضع بدل هل حرفا آخر للاستفهام وغير ما يلزم. جيم: إياي تسأل، الغرض التخصيص، أو بفتى مثلي. سين: ما الفرق في الإعراب ما تحتهما خط فيما يأتي موضحا السبب؟ رأي من ناقشت، من ناقشت، من في المثالين تحتها خط. جيم: رأي من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالإضافة، السبب سبق باسم نكرة. من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. سين: قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. ما نوع الاستفهام في النص الكريم ولماذا؟ جيم: نوع الاستفهام تصديق لأن الإجابة عن السؤال بحرف جواب إي. سين: واحد، أي سيارة اشتريت؟ اثنين، أي سيارة اشتريتها؟ أي اسم استفهام في الحالتين، كيف تضبط حركة آخره في الحالتين ولماذا؟ جيم: واحد، أي منصوبة لأنها تعرب مفعولا به، لأنها تعرب مفعول به. اثنين، أي مرفوعة لأنها تعرب مبتدأ. سين: تسائل أين صارت دار ليلى؟ فظن الربع عنا بالبيان. أعرب اسم الاستفهام ذاكرا السبب ثم استبدله باسم آخر بمعنى. جيم: أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم وجوبا تلاه فعل ناقص لم يستوفي خبره. أن صارت دار ليلى أو أي مكان صارت دار ليلى. سين: من ذا الطبيب لأدوائي وأوجاعي أو الرفيق على همي وأزماعي. ما دلالة من ذا وما إعرابها؟ ثم استبدل الهمزة حرف آخر. جيم: الدلالة للعاقل، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر. وهل الرفيق على همي؟